مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. الطقس بشكل عام غير مستقر خلال الأيام أو الثلاثة أيام القادمة، فرصة لتشكل سحب رعدية، أيضا هناك تنبيه من الغبار وسرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن المناطق التي ملونة باللون الأحمر هذه تمثل مناطق تشتد فيها سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار والأثربة، خاصة المناطق الوسطى والشمالية، سواء الشمالية الشرقية والشمالية بشكل عام، وأيضا المناطق الغربية من المملكة. هذه الرياح تستمر خلال يومي الأربعاء وأيضا يوم الخميس. نلاحظ يوم الخميس تشتد في المناطق الشمالية الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى، منطقة الرياض، وأيضا يوم الخميس مساء تشتد في المناطق الوسطى والشمالية والمناطق الغربية من المملكة. المناطق التي سيحصل فيها هطول أو متوقع أن تسقط فيها زخات متفرقة ورعدية من المطر، بنلاحظ أن هناك في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الجنوبية الغربية مساء يوم الأربعاء، لكن يوم الأربعاء ليلا هناك أيضا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في منطقة الرياض وجنوب الرياض وأيضا المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وبتستمر حتى صباح يوم الخميس، لكن يوم الخميس صباحا يقتصر سقوط الأمطار في المنطقة الغربية وأيضا منطقة حفر الباطن، لكن تتجدد مساء يوم الخميس في أماكن مختلفة سواء في منطقة مكة والمدينة أو منطقة الطائف ومنطقة الرياض ومنطقة حفر الباطن. إذن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، هناك زخات رعدية متفرقة من المطر تحدث بين الحين والآخر. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في الرياض، والحرارة الصغرى المتوقعة 29 درجة مئوية. بينما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأربعاء أجواء مغبرة وأيضا حارة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 39 درجة مئوية، بينما بالليل أجواء معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء مغبرة مع حصول أو حدوث انخفاض على درجات الحرارة، وأيضا العظمى المتوقعة 36 درجة مئوية. لكن يوم الخميس ليلا تصبح الأجواء غائمة جزئيا، وهناك فرصة واحتمال لسقوط زخات رعدية من المطر قد تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا. الجمعة انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، لكن بتكون حالة عدم الاستقرار واضحة مساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة، وكذلك يوم الجمعة بتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من المطر بين الحين والآخر، والعظمى المتوقعة في الرياض 35، بينما الأجواء بالليل بتكون غائمة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة: إسكاكا 30-18، عرعر 29-15، تبوك 32-17 درجة مئوية. المناطق الغربية: المدينة المنورة أجواء حارة 39-14، مكة المكرمة حارة، العظمى 41 والصغرى 26، جدة 35-27، والطائف أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات، احتمال سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء ما بين غائمة جزئيا
رعديا إلى مشمسة. أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في منطقة الباحة وأبها. العظمى المتوقعة في الباحة 25 والصغرى 19، أبها 27 16 وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية: في منطقة الدمام أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أو احتمال سقوط زخات رعدية من المطر. العظمى 36 والصغرى 24. حفر الباطن أجواء غائمة جزئيا ومغبرة. العظمى 33 والصغرى 22. الإحساء أجواء حارة. العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية. منطقة الرياض أجواء مغبرة وأجواء حارة أيضا. حائل 33-21، بريدة 34-25، بينما الرياض العظمى 39 والصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة وصياما مقبولا، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب.